فقرة صحتك ورشاقتك رح نحكي عن أحدث تقنيات علاجات البشرة لتتعرفي عليها وتختاري اللي بيناسبك منه. نحن اليوم موجودين بعيادة الزمرد الطبي، رح نتجول داخلها مع الدكتورة ناهد جمعة ونعرفك على أحدث تقنيات علاجات البشرة. اهلا وسهلا فيكي دكتوره ناهد، كثير سعيده اني عم استضيفك مره ثانيه ببرنامجي. اهلا ديانا، نورتونا. اهلا فيكي دكتوره. يعني كثير من المصطلحات ظهرت، هايدرو فيشل، هايفو، ميزوثيرابي وغيرها كثير، فكيف انا فيني قرر اي تقنيه مناسبه لبشرتي؟ تمام، حلو السؤال جدا يا ديانا. دي مشكله بتقابلني، لان في معظم المرضى اللي بييجوا بيبقوا جايين مقررين الخطه العلاجيه هنا على عرض سمعته بناء عن صديقتها عملت التريتمنت ده ولقيت فايده، فهذا بيرجع للطبيب الجلديه الدور ان احنا نشوف البشره ايه انسب علاج ليها، ايه هي المشكله الاساسيه، وعن طريق جلسه حواريه من بنقعد 5 دقائق بس نفهمها ايه المشكله اللي موجوده في بشرتها، ايه انسب علاج هتاخده. ده بيؤدي ان احنا نوصل لقرار الصح باختيار الجهاز اللي يناسب المشكله اللي عندها. يعني كل جهاز له تقنيه معينه لعلاج مشكله معينه بالبشره. بالزبط. لانه احيانا بنشوف كثير من السيدات بتلحق عرض مثلا باكج او ميزوثيرابي مثلا 6 جلسات بمبلغ معين، هي بتنبسط انه هي عم توفر، بس ممكن ما يكون هو هذا لبشرتها. لا خالص، انا حتى كمان بقول للناس ما ينفعش حاجه اسمها نظام الباكج، ما ينفعش حاجه اسمها انا بروح اخد التريتمنت دوت اخذته لان كان عليه اوفر حلو يا دكتوره. لا طبعا، ده قرار خاطئ جدا، لان البشره حتى من العلاج للعلاج بتتغير. فاحنا ممكن ابدا لها مثلا تريتمنت ميزوثيرابي بفيتامينز معين، الجلسه الثانيه الاقي ان البشره محتاجه فيتامين اخر، هيحصل على نتيجه احسن للبشره. طيب رح تحكي لنا عن الاجهزه. هلا هون بهي الغرفه في اكثر من جهاز، تحكي لنا عنه. تمام، احنا بنستخدم الجهاز اللي موجود دوت اسمه جهاز الفراكشن. الجهاز واحد ممكن استخدمه في اشياء كتير جدا متعدده. يعني الجهاز دوت ممكن استخدمه للناس اللي عندها فاين لاين، خطوط رفيعه على الوجه، الناس اللي عندها اثار حب الشباب، ندبات الحفر، بشكل عام تحسين لون البشره، توحيد اللون، شد البشره. بيعتمد دوت على تقنية الليزر، ودلوقتي هو ده الثورة الطبية اللي موجود، بدون إبر، بدون إنجكشن للناس اللي بتخاف، بدون أي شيء بنقدر نستخدم الليزر لعلاج مشاكل البشرة. تقريبا كم جلسة تحتاج المريض؟ غالبا زي ما بقول بيرجع للمشكلة، ايه هي المشكلة الموجودة عندي. لو انا عندي جرح سطحي ممكن من جلسة او اتنين النتيجة بتتحسن جدا. لو عندي ندبات عميقة او مسامات واسعة، لا ممكن بحتاج جلسة 3 جلسات الى 4 جلسات فاصل الشهر. بالنسبة للنتيجة النهائية، هل بيختفي اثر الجرح تماما؟ تماما، في حالات كتير جدا حصل تحسن رائع، بالذات ان احنا مش بنعتمد على تقنية واحدة، دايما الطبيب دايما بيفكر في الاحسن ليه. طب دكتورة كيف بيشتغل؟ زي ما قلت لك ده عبارة عن جهاز ليزر بيعمل موجات حرارية بتستهدف خلية وبتطرق خلية تانية صحية بدون أي إصابة. الموجات الحرارية بتموت الخلية، فبتخلي الخلية اللي جنبها اللي موجودة، وهوريكي دلوقتي إزاي الشكل النمط بتاع الجهاز، بتتكاثر وتتضاعف وبتعمل إحلال الخلية الميتة. فبالتالي في وقت مقداره 6 ل7 أيام بعمل إحلال للبشرة كلها، فبيحصل شد، بيحصل رونق، ويبان فعلا من أول جلسة. ده لو البشرة مشاكلها بسيطة، إذا كانت مشاكلها كبيرة فبضطر إن أنا بعد شهر بعمل الجلسة الثانية. قد إيه مدتها دكتورة الجلسة؟ الجلسة ما بتاخدش حاجة خالص، يعني لو الوجه كامل ممكن أقصى حاجة ربع ساعة. الجلسة بتتم بمخدر موضعي قبلها لمدة 10 دقائق ربع ساعة بالكتير. بنعمل بنستهدف بالخلية. هي ألم؟ خالص. طيب دكتورة، هاي الأجهزة ممكن تسبب حساسية لبعض الأشخاص؟ الحساسية اللي بتحصل بعد الجلسة مجرد احمرار خفيف بيستمر لمدة يوم بكريمات معينة بنبتدي نقلله، خلاص فقط لا غير. مفيش أي نوع من أنواع التحسس، لأن مهيش مواد بندخلها جوه البشرة، بس ممكن يكون في بشرة بتختلف عن بشرة تانية، يعني بشرة حساسة الاحمرار فيها يطول شوية. وده اللي احنا بنقوله للمتعامل معانا، ان احنا ممكن هنلاحظ ان انا عندي البشرة بتحمر الفترة، ممكن يكون في ألم خفيف بيظهر بعد الجلسة. طيب عادة امتى المريض لازم يستخدم هذا الجهاز اللي في اثر جرح؟ بعد قديه من الجرح؟ يعني لو عندنا عملية جراحية بنفضلها بعد التئام الجرح من 3 شهور نقدر نعمل التريتمنت. وبتفرق كل ما كان الوقت أبكر كل ما كانت النتيجة أسرع؟ كل ما النتيجة تكون أحسن
طبعا له علاقه. طبعا زي ما احنا شايفين لو انت بصيتي ديانا ده النمط بتاع الجهاز بتاعي، في عندي نقطه بيضاء وجنبها نقطه مش مصابه، وده اللي بيعمله الفراكشن. النقطه البيضاء دي هي خليه الليزر استهدفها وماتت عن طريق عمق معين تحت الجلد. النقطه اللي جنبها دي نقطه صحيه الليزر ما استهدفهاش، واحنا قصدين كده، فتقوم الخليه اللي ما استهدفتش دي من الليزر تتكاثر وتعمل احلال للخليه اللي جنبها واللي جنبها، فبالتالي انا اكبرت الجلد في المساحه دي ان هو يعمل احلال ليه، فبيتشد وبيطلع جلد اصح. طيب وبالنسبه للتقنيه الثانيه اللي حكيتي عنها الميزوثيرابي، في طبعا ده بيعتمد على سن العيان وهو عايز ايه من هذه التقنيه. فبنبتدي نحقن فيتامينات عباره عن هايرونيك اسيد. هايرونيك اسيد ده اصلا ماده موجوده عندي في الجلد، ما فيهاش اي مشكله خالص، مش مضره، ما بتعملش تحسس، بالعكس كل ما بنكبر بالوقت نسبة الهيرونيك أسيد عندي بتقل. فبنبتدي نعمل لها إحلال. في عندي أنواع من الهيرونيك أسيد اللي احنا ممكن بنسميها إبر النضارة، ده بتأخر لي لفترة طويلة جدا موضوع الشيخوخة. وقد ايه بتنصحي بالميزوثيرابي، كل قد ايه وقد ايه؟ بيرجع لي البشرة بحد ذاتها، لأن أنا عندي مثلا البشرة الدهنية غير البشرة الجافة، غير السن الصغير غير السن الكبير. السن الصغير يعني ممكن كل شهر، البشرة الكبيرة شوية والمتضررة لا، محتاجة من 4 إلى 6 جلسات، وبعد كده كل شهر بتحافظ بجلسة. دكتورة ناهد، يعني بعد ما المريضة بتحطي لها إبر النضارة هل بتحس بفرق إنه في لمعة أو نضارة؟ تمام، إبر النضارة أو هي الميزوثيرابي يعني؟ بالضبط الميزوثيرابي، مصطلح ميزوثيرابي هو علاج بالفيتامينات. تمام، بيفرق نوع الفيتامين اللي انا بحطه للبشره، ده بيرجع للطبيب. يعني لو البشره عندي كويسه حلوه عايزه احافظ عليها بحط لها هيرونيك اسيد عشان اعوض الفقد اللي بيحصل بالعمر في الهيرونيك اسيد. بشره دهنيه بستخدم سيروم خاص بالبشره الدهنيه عشان اوازن البشره. واحده جايه لي عندها تصبغات، عندها حفر، ندبات، بستخدم انزيمات معينه فيها جلوتاسيون فيتامين سي افتح البشره. ست عجوزه جايه لي عندها تجاعيد، بستخدم الفيتامينات خاصه بالليفتنج بالشد البشره. تمام، فميزوثيرابي ده مصطلح كبير تحته فيتامينات بنختارها على حسب الحاله. في برضو عندي فيتامينات لانقاص الوزن من احنا في المناطق اللي فيها وزن زياده، في عندي الاستيلوليت فيتامينات من احنا للسيلوليت. دكتوره بعض السيدات عندهم اللحيه المزدوجه او ما يعرف بالذقن المزدوجه، هل بتنفع معهم ابر الميزوثيرابي؟ طبعا، بالذات اذا كانت بسيطه الى متوسطه. حلوه جدا الميزوثيرابي، عباره عن ابر بنحقنها موضعي في الدهون بتعمل على زياده معدل الحرق، بتم تصرفها عن طريق البول والبروس. اما اذا كانت الدقن المزدوجه كبيره فبنصحها ان هي تروح عمليه جراحيه وتعمل بيها الشفط. طيب دكتوره تفرجينا كيف بتعملي ابر الميزوثيرابي؟ إبر بسيطة جدا سهلة، فيها حمض هيرونيك أسيد، هو زي ما قلت لك حمض أصلا موجود في جسمنا بس بمرور الوقت بيحصل لي إضعاف. أقدر أستخدمها في كل مكان، تحت العين، في الوجه، في الرقبة، في الإيد، أمنة جدا. كل المشاكل اللي ممكن تحصل من الإبرة هي بس نتيجة وجود الإبرة، الوغز فقط لا غير. هبدأ. طيب مؤلمة؟ بسيط، وغز بسيط جدا، عبارة عن نقاط صغيرة بحينها في البشرة. زي ما بقول لكل الناس، يعني مثلا تلم بسيطة مجرد ان احنا نضغط عليها تروح، بالذات هنا عشان ما نحطش فيلر بنحقن الجلد، لان هي هنا المكان اكتر مكان بنستخدمه بنعبر بيه. في اي ألم؟ كم إبرة دكتورة تقريبا بتستخدمي للوجه؟ أنا بغطي الوجه كله، تقريبا بياخد مني من 3 إلى 4 ملي، بحب أغطي كل منطقة الوجه. زي ما انت شايفة في احمرار خفيف جدا موجود في البشرة، ده رياكشن طبيعي نتيجة ان احنا حقنا الفيتامينات. بعد 10 دقائق هيروح تماما. في دلوقتي الماسكات بتعمل على تهدئة البشرة immediately، هنحطه لبعد الجلسة الماسك يهدي. بعدين يوم واثنين لما الهيرونيك أسيد يدخل جوه النسيج وتفاعل معاه ابتدي يلاحظ نتيجة حلوة جدا في البشرة. طبعا النتيجة اللي بقول في مشكلة بقابلها ان مثلا بشرته كويسة ما عندهش تجاعيد فهيبقى في نضارة، اما اذا كان في تجاعيد موجودة بالذات حوالين العين هيحس فرق كبير جدا من اول جلسة. مزبوط. دكتورة هلا كمان في اجهزة تانية بس انا بدي استأذنك انه تحكي لنا عنها بالحلقة القادمة. ان شاء الله حبيبتي، اهلا وسهلا فيكم. متابعينا خليكم مكملين معنا، رح ننتقل لفقرة ابنك تربيتك ولكن بعد الفاصل.